بالنسبة للوضع الحالي الوضع كتير سيء، ما في لا بيع ولا مشترى زي ما انت شايف، البضاعة متكدسة عنا له أكتر من شهرين، الوضع كتير 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 سيء، الناس ما بعرفوا وضعهم المادي والوضع الحالي السياسي، الجو كمان مش مساعد، فكتير كتير كتير الوضع سيء، وكمان عرب الداخل يعني كمان عندهم وضعهم كأنه سيء وما ما في لا بيع ولا في. عاملة عروضات وعاملة تنزيلات بس ما حتى بالعروضات والتنزيلات ما في ما في ما في ناس، ما في ناس بتفوت عليك، ما في ناس يعني مبيعات هذا الشهر بهذه الأشهر مش هذا الشهر نزلت أكثر من النص، ما في ما في ناس. أما بالنسبة على الوضع الاقتصادي فهو وضع سيء جدا جدا للغاية، حتى الواحد فينا منا بقعد على البصل بكناين طول اليوم تاتي جيرزكا أي واحد. ثاني شيء يعني ما فيش ناس اللي تشتري، فيش يعني مشترين، بتلاقي السوق ملان ناس شابين. لكن كيف بيجوا منا يعني الخط الأخضر بيجوا يشتروا من عندنا، يفوتوا على المطاعم أكثر شيء، لكن كيف يعني السوق نايم جدا يعني يكون يكاد أن يكون منقطع يعني، وغير كفي هنا يعني مشكلة من البلدية صراحة يعني. إحنا حكينا كده الرئيس البلدي وصلنا معلومات على أساس يعني على الأقل يتركونا بحالنا، ليش؟ لأنه إحنا قدمنا طلبات عندهم وقالوا احنا ان شاء الله بدنا نستجيب معكم، ولحد الان ننتظر يعني، يعني مرات بيتركونا ومرات بيكمونا يعني البساط بيكمونا، وانا يعني في مش هواي شغلات يعني نثريات واشياء زي هيك مش عامله فوضى في السوق يعني، خاصه هذا الشارع الهوجي اللي احنا فيه، السيارات ماشيه والناس ماشيه والبساط قاعده ويعني مش اي مشكله يعني. وبنفس الشيء برضه الوضع الاقتصادي سيء جدا يعني، يعني بنقعد يعني هيك بس نمضي وقت والله. الحل انه يعني على الاقل يعني السلطه والبلديه المسؤولين يساعدوا الناس، انه في وضع الاقتصادي سيء سيء جدا، ما بعرفش كيف يعني يعملوا اشياء يعني مثلا مبيعات يصير منيحه يصير في مشترين، او مثلا يساعدوا الناس بشكل عام، ما بعرف كيف يعني، هذا بترجع للمسؤولين يعني صراحه. والله الوضع الاقتصادي على الجميع تقريبا يعني مقفل، عرب اسرائيل تقريبا اقبالهم خف بالنسبه للاسعار للبضاعه، وبرضه نقل الاسواق من مدينه كرم اثرت كثير كثير على الوضع الاقتصادي الموجود في البلد. وشغله ثانيه الرواتب، مشاكل الرواتب هاي اللي بتنزل للموظفين، اصبح الموظف اغلب الراتب عنده للبنك، فهذا اثر على الوضع الاقتصادي. يعني صاحب محل انا الاسواق اختلفت تقريبا 50% عن السنه اللي فاتت، وبتمنى انه يتغير الوضع. الحل يعني البلدية نفسها لازم تتابع هذا الأمر، المسؤولين هم يعني هم أعرف منا بالنسبة للوضع الاقتصادي. والله الوضع الاقتصادي سيء جدا، فيش إقبال على أي شيء يعني، فيش العمل واقف يعني، إحنا صرنا تقريبا سنة كاملة تقريبا مناش نحكي، بنشتغل لأصحابين للتجار مش إلنا. أسعار مناسبة يعني مش غالية كتير يعني، كانت غالية شوي أما هسه مناسبة يعني، كيلتين ب15 ولا ب7 شيكل ولا ب5 وفي ب4 وفي 3 ب10 مش غالية كتير، لكن الناس وضع الاقتصادي هو اللي عاكس علينا. وكمان تقسيم البلد، هي إخراج السوق من البلد هو اللي أثر علينا كتير، أثر على المحلات وأثر علينا إحنا بالذات كمان. طب شو والله الحل ما مش عارف يعني، ما فيش جذب يعني، البلد بؤرة البلد مش موجود فيها، الازدحام بالبلد يعني، كيف بدي اقول لك، اللي بيجوا من خارج البلد على البلد هم بيجوا عشان في الازدحام، هم عندهم شوارع نظيفه وعندهم اضاءات وعندهم بحر وعندهم شط وعندهم كل شيء، بس هم بيجوا عشان الازدحامات البسطات والميمعه والدوشه، بيجوا عشان هيك، هاي نكهه البلد. أما هم لما أزاحوا هاي النكهة من البلد ماتت البلد يعني، تكسمت البلد، صار فرع هناك أو في عندك مشويكة بيبيعوا وفي بسطات هناك تلا البلدية وفي محلات فتحن كتير، فركن البلد، فركن الرزق، بدل ما يكون الرزق البؤرة الحقيقية اللي هي البلد تحيا، ماتت البلد وصارت أطراف البلد الحي أكثر من نص البلد اللي هي الأساس.